أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 2 من العناصر الإجرامية شديدية الخطورة بالدقهلية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة. وقال بيان للداخلية إن قطاع الأمن العام قام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، واستهدفت أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة. ولدى وصول القوات لمسكنه استشعر المتهم قدومها فبادر بإطلاق عيرة نارية تجاه القوات فبدلته بالمثل، نتج عن ذلك مقتل العنصر الإجرامي المشار إليه. وكذلك مقتل عنصر إجرامي كان متواجد مع العنصر الإجرامي شديد الخطورة وقيامهما بإطلاق عيرة نارية تجاه القوات، حيث عثر بجوارهما على بندقيتين آليتين وطبنجة وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، كما أسفر ذلك عن إصابة ضابطين بطلقات نارية.